كلمة شكر يا أستاذنا، نعم. عارف حضرتك إنها مرتبطة أصلا بالحيوانات؟ لا احكي لي. يقولون ناقة شكور، الناقة التي تسمن بعلف قليل، يعني بان عليها النعمة، فكأن الإنسان الشكور عكس مباشرة الكنود أو الجحود. نعم. بالضبط، إن الإنسان لربه لكنود، يأكل ويشرب ويتمرد على صاحبه. فالشكور من الناس اللي تظهر عليه نعمة ربنا ذكرا بلسانه وعملا ببدنه ونية بقلبه. بس حضرتك وانت الشكر خمس أقسام. أيوة فضل. الشكر خمس أقسام. خمسة. صرف النعمة فيما يرضي المنعم، أدي واحد. عدم صرف النعمة، صرف النعمة فيما يرضي المنعم، يعني ما عصيش ربنا بيها. أيوة. نعم. كده أدي واحد. تمام. تمام. تاني حاجة عدم التكبر بالنعمة على خلق المنعم، ما تمنظرش. ثلاثة، اعطاء الحق الذي اوجبه في النعمات المنعم، يعني مش عندي فلوس عمال ابوس ايدي وشي وظهر وشكرا وما بطلعش زكاة ولا صدقات. بالظبط. كويس. وعدم الانشغال بالنعمة عن طاعة المنعم. الله. نعم. الله، لا تشغلك النعمة عن المنعم. نعم. الله. وعدم التأخر في شكر المنعم. يبقى استعجل. الله. 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 الاصل في الشكر المبادرة. المبادرة اي وحلاوته في المبادرة. طب عندي سؤال بقى مهم حضرتك. كنت اشرت اليه ان فيه سلوكيات مقبولة وسلوكيات مرفوضة في يوم عاشوراء. لان احنا لما قلنا اظهار الفرح قلت سنة. الحزن اظهار النكد ده غم خالف للسنة، ده فعل شيطان. تمام. طب هتكحل يوم يوم عاشوراء، اصل اللي يكتحل يوم عاشوراء لم يرمد عينه ابدا. هذا كحديث لا وزن له ولا اساس له وموضوع ولا قيمه له. تمام. لكن حضرتك الذي يجب ان نفهمه على وجه الطاعه، الى انه هذه ايام طاعه وتوسعه، مش حزن وتضييق. نعم. نقولهم الاثنين طاعه وتوسعه. ايه الفرق بين الاثنين يا دكتور هاني؟ الطاعة زي ما قلنا أن تتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، عن طريق الذكر، الشكر، تصفية القلب، تطهير النفس. والتوسعة أن لا تبخل على نفسك في هذا اليوم ولا على أولادك، لأن ده يوم فرح، يوم سرور، زي يوم العيد كده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فكما أن الإنسان يعني يوسع على نفسه وعلى عياله في يوم الفرح والسرور، طب ما هو ده برضه يوم عيد، يوم فرح، يوم سرور، فتوسع على نفسك. يبقى ما ينفعش أخد حاجة وأسيب التانية. ما ينفعش أخد الطاعة وأضيق على نفسي، أضيق على أولادي، أضيق على أهلي. بس الفرح في القرآن جه مرة مدح ومرة ذم. نعم. إيه رأي سعادتك؟ نسمع الدكتورة هبة بقى. سمعنا فيه فرح ذم وفرح، فيه فرح مذموم وفرح محمود، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فبذلك فليفرحوا اللي أشار إليها الدكتورة. بالضبط كده. الفرح بيكون بالشيء اللي فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. لما أدي طاعة أفرح قوي قوي إن أنا أديت الطاعة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى أعانني على هذه الطاعة. لكن في ناس بتفرح بالمعصية ودي طمة كبرى بقى، يبقى عمل المعصية وسعيد وفرحان. طب ازاي؟ فهنا بقى الفرق بين الفرح المحبوب والفرح المذموم. فاحنا في اليوم ده يا جماعة عايزين نفرح بأشياء يحبها الله سبحانه وتعالى، فقلنا بقى فيها الطاعة والتوسعة. انا رأيي ان الطاعة دي تخص الله سبحانه وتعالى، وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خص اليوم ده بالصيام، لان الصيام بيكون لله سبحانه وتعالى. والتوسعة اعتقد انها بتكون في حق العباد بقى، اولادي وغير اولادي. فاليوم ده، طب انا هسألكم سؤال لطيف جدا، العرض بتاع النجاة هل ما زال قائما من وجهة نظري؟ طبعا ما زال قائما. يعني هذا اليوم يوم نجاة وانجى الله فيه نبيه موسى كما احنا بنصوم ليه؟ عشان اللي عايز ينجى. احنا قلنا خلاص احنا بنصوم شكر لله. لا. ولكن هل هذا اليوم يعني قد يتكرر في حياتنا أن ينجينا الله تبارك وتعالى ببركة هذا اليوم؟ أنا أرى ذلك. يعني أرى أن من قصة سيدنا موسى، أمال إحنا ليه بنصوم تذكرا بالقصة دي؟ يا من تريد النجاة تعالى صوم اليوم ده وادعي ربنا سبحانه وتعالى. اليقين بقى في الله سبحانه وتعالى. شوف هو نجاة إزاي في وسط بحر فأنا أرى أن ما زالت النجاة دي موجودة اللي